قبل كل حاجة انزل تحت واعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وصلوا الفيديو الخمسين لايك عشان نستمر في التحديات. يلا بينا. فكرة فيديو النهاردة ان انا اقدر ارسم، انا بتحدى نفسي ان اقدر ارسم يعني اي رسم، بقى هو الكمبيوتر او الموقع اللي انا جايبه هو اللي يطلب مني. وانا بتصفح في جوجل فببص كده وبتصفح على اليوتيوب بشوف التحديات اللي بتنزل والجديدة يعني اللي انا عاملها، لقيت تحدي اسمه اتحداك انك ترسم، اتحداك انك ترسم. انا صراحة قلت يعني ايه ده، يعني انا هرسم بورقة وقلم بقى وكده ولا ايه؟ لا، طلع الرسم من خلال الكمبيوتر وانت قاعد مكانك عادي بتمسك الماوس. والموقع ده بيخليك يعني هو بيقولك ارسم، مثلا بيقولك موبايل، فبعديها انت بيجيب لك كده شاشة فاضية، وطبعا هنشوف كل ده دلوقتي حالا مع بعض، وانت بتقوم راسم الرسمة اللي هو بيقولك عليها. تمام، فانا صراحة متشوق جدا ومتحمس. هل بامكان الشبكة العصبية تعلم التعرف على الرسوم؟ اما نشوفه هنا بيقول لي نبدأ بالرسم. ارسم شكل هليكوبتر خلال اقل من 20 ثانية. هو هنا جايب لي بالعربي، يعني انا سمعت عن الموقع ده اللي بيجيب بالانجليزي، بس ممكن يكون عندي يعني في حاجة مختلفة. ما علينا، انا هرسم انا استيار ازاي. بيقول لي ارسم هليكوبتر. هليكوبتر ازاي انا مش عارف ارسم هليكوبتر ازاي. انا بحاول اهو مش عارف، انا خسرت يا جماعه. يا ابني انت عايز ايه؟ انا عايز ايه يا ابني؟ ما ايه عادي كده، حلو عادي. لا يا عم عادي طبيعي، مفيش حاجه اسمها اتعود، عادي اتعود. ارسم شكل قارب. اديني خسرت في اول تحدي اللي بيقول لي ارسم هليكوبتر، مش عارف اصلا اعملها ازاي وانا ماليش في الرسم قوي. ارسم شكل قارب خلال اقل من 20 ثانية. قارب ازاي؟ ماشي هنحاول مثلا كده. تمام، ايه ده، انا ملحقتش والله ملحقت. ارسم شكل رقبة، ركبة ولا ايه دي؟ ركبة. انا مش عارف ارسم اي حاجة خالص. دي موزة دي، انا مش عارف ارسم اي حاجة. التحدي بالنسبة لي صعب جدا. بقول لي ارسم شكل سراويل قصيرة ازاي، يعني مثلا كده ولا قصدك كده، يعني حاجة يعني الام اهي. يا عم طب اعمل لك ايه يعني، انا اصلا مش عارف ارسم. ارسم ريشة، يعني انت عايزها ازاي؟ اهي مثلا ريشة اهي، دي مش ريشة دي، انا مش عارف ارسم. خلاص مثلا ريشة، ما بعرفش ارسم خالص. انا بص انا بعمل اي حاجه، مش عارف الريشه دي ولا الجزر ده ولا في ولا ايه ده. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك. ارسم اخر حاجه صفيحه طلاء. طب يعني ايه صفيحه طلاء دي اصلا؟ يعني نعمل له ايه مثلا؟ ابص كل شويه انا برسم دي مش عارف ايه. انا هكتب له ايه بي فيديو. انا مش عارف والله ارسم خالص، انا خسرت كده في التحدي. بس هو عملها غلط اهو. بص بيقول لي احسنت. ايه ده الحاو ده؟ بيقول لي احسنت في الرسم، بيقول لي احسنت في الرسم، لقد تعرفت الشبكة العصبية على واحد من الاشكال التي رسمتها، لكنها رأت اشكالا تختلف عما اردت رسمه في 5 رسومات اخرى. انا مش عارف اصلا الفكرة، مش عارف، الحوار صعب شوية بالنسبة لي. اختر احداها لرؤية ما رأته.
انا عايز اشوف القارب مثلا اهو. بص بص بيقول لي ايه، انا اسمك يشبيل. يعني هو بص هو بيتعمل كده. انا كنت اسفت مش عارف بحاول اعملها بس مش عارف ازاي ما عرفتش ارسم القارب. بص هو بيقول لي كذا شكل اهو ليه، وكان هيبقى صح يعني. نجرب تاني، العب مرة اخرى نجرب حظنا. سيارة اسعاف، ماشي بسم الله. سيارة كده مثلا، سيارة كده مثلا، مش عارف يا لهوي. مش عارف يا جدعان، استغفر الله العظيم. ضفدع، مش هعمل يعني، انا مش عارف ارسم اي حاجة. ارسم لكم الضفدع يا جماعة. انا مش عارف انا بعمل ايه، بس في مشكلة اللي هو في بصوا كام ثانية. طب اطلع الضفدع دلوقتي منين مثلا كده يعني، اعمل ايه؟ استنوا استنوا ملحقتش. عنكبوت، استغفر الله العظيم. ماشي نجرب بقى العنكبوت مثلا كده، وليه دوران مثلا كده، ونقعد بقى نطلع منه حاجات كده. ايوه بقى يلا. لا 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 الوقت بيخلص، الوقت بيخلص والله. ده العنكبوت هو ده اللي على حسب. يا الله ازاي ارسم شكل فأس. فأس ماشي، يعني الفأس مثلا كده اهو، وكده ويطلع كده تمام، وكده مثلا. ايه ده؟ انا اعمل لكم الفأس ازاي؟ استغفر الله العظيم. ياه ارسم انف، غالبا دي سهله يعني. ده الانف يا بلال، الانف ده انا ضايع خالص. انا بجد مش عارف ارسم بامانه والله. بص انا بعمل ايه، بص اللي عملته، مش عارف ارسم الانف. الانف يا بلال، انا المشكله مش عارف بدايتها ازاي، مش عارف بدايه الانف ازاي. انا من وانا صغير ما بحبش ارسم قوي يعني. ريشه، يا ده قال لي المره اللي فاتت، بس انا عايز اعرف ازاي بقى. ريشه، ده سلم ده ولا ايه ده؟ ريشه مثلا كده، انا مش عارف ريشه انتوا عايزينها ازاي، انا مش فاهم بصراحه. حصل خطا، لقد رأت الشبكه العصبيه في رسوماتك اشكالا مختلفه عما اردت رسمه، اختر احدى الرسومات لما عرفت ما اراده. انا يعتبر كده فشلت في تحدي للاسف. المشكلة ان انا مش ماليش في الرسم قوي، بس كان عندي شغف ان اجرب صراحة التحدي ده، وانا عارف ان انا ما عنديش خبرة كبيرة في الرسم اصلا، بس حاولت يعني ان اعمل التحدي، بس المشكلة اني فشلت. بس ان شاء الله المرة الجاية نبقى حاجة حلوة فيه، نتعلم نتعلم. فبس كده، لو فيديو النهاردة عجبكم او تحدي النهاردة عجبكم، منسوش تحت تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، عايزين نوصل التحدي ده لـ50 لايك. وبس كده، كان معكم بي فيديو، واستنونا في الفيديوهات الجاية، والسلام. ازاي؟ انا عارف انا هجبت اصلا، والله العظيم هجبت. انا بقول اهو ازاي يعني، هو المفروض بيقول لي انت تكذب. برنامج بايظ يا جماعة. عادي عادي عادي، انا علينا. عيب في كاسك انس. ايش عمرك حبيت قبل كده؟ لا. طبعا انت صباعك. انت صادق، قال لنا انت صادق والله العظيم. جبت 3 صحيحة وجبت خاطر ادوات، 1-0. 1-0 انس. بلال، ايوه يا عم. عمرك سافرت قبل كده في اي دولة غير مصر؟ بصراحة انا ما سافرتش في اي دولة غير مصر خالص. والاجابة؟ والاجابة هي لا. فدلوقتي هندوس كده، هنحط الصباع اهو، جاي تحليل النتيجة. انت تج... لا بقى ازاي يا جماعة؟
البرنامج اقسم بالله ضايع. انا كفتة يعني، انا هربت من المدرسه وانا فاكر لا كفتة، انا هربت من المدرسه وانا فاكر وعملت ايه تاني وما سافرتش وربنا ما سافرت. انت تعرف اكتر جدعان يا جدعان، البرنامج ده بالاخر البرنامج ده هم حاطينه بيجيب يعني بيجيب الحظ اي حاجه. عمرك